السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا، وأهم الأخبار الاقتصادية نناقشها مع حضراتكم اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي، ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. تباينت أسعار صرف دولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في تحركات السوق السوداء اليوم، وفيها استقر سعر الدولار في عدد من المدن والمحافظات، بينما تراجع قليلا في المحافظات الأخرى، ليتحرك الدولار بين مستويات 14650 ليرة إلى 15210 ليرة، بينما تراجعت أسعار العملات ليتحرك اليورو بين مستويات 16288 ليرة إلى 16173 ليرة. وفي السوق الرسمية ظلت الأسعار كما هي عند 13668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وعند 12500 ليرة في نشرة البنوك. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، تقارير تتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار السلع وانتعاشة السوق السوداء، وفيها قال ياسر أكريم عضو غرفة تجارة دمشق إن مشكلة الأسواق اليوم تتركز في معاناتها من وجود قوانين اقتصادية لا تخدمها. القوانين قبل الأزمة لا تصلح لما بعد الأزمة، حيث يجب إصلاح القوانين وإحداث قوانين إصلاحية اقتصادية سريعة تخدم الوضع الحالي وتدعم العملية الإنتاجية. وأشار ياسر أكريم إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف، لأن هناك خلل في الأسواق من حيث غلاء الأسعار، منها عوامل تتعلق بارتفاع زيادة حوامل الطاقة والكهرباء كذلك، وأخرى تتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي مواد كافة نتيجة وجود مشكلات بقوانين الاستيراد. وفي النهاية فإن أغلب التجار يعلقون رفع أسعار السلع على سعر الصرف، وفي حالة انخفاض الدولار أو استقراره تظل السلع مرتفعة جداً، ما يعني مزيد من الأعباء على كاهل الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة وطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر دولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدن والمحافظات، تواصل الليرة التماسك والاستقرار، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرع وسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14650 ليرة إلى 14750 ليرة، وهي الأسعار التي يدور فيها الدولار منذ أكثر من شهرين تقريبا. وفي محافظات إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور وفي الحسكة كذلك، سجل الدولار مستويات 15100 ليرة إلى 15210 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية، فقد تباينت ليتراجع اليورو مسجلا 16288 ليرة مبيع و 16172 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة مبيع و 426 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3929 ليرة مبيع و 3899 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48160 ليرة مبيع و 47809 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 305 ليرة مبيع و301 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، فقد سجلت تراجع جديد، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و266 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و163 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و112 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 954 ألف ليرة، وسجلت أنصة الذهب
2653 دولار فاصل 14 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8,837,000 ليرة سورية اللي بتساوي 597 دولار فاصل 10 سنت، وسجلت أونصة الفضة 468,597 ليرة سورية اللي بتساوي 31 دولار فاصل 66 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 15,067 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.